مدينة الموت، مدينة فاراناسي الهندية. وصفها الروائي الأمريكي الشهير مارك توين، فقال إنها مدينة أقدم من التاريخ وأقدم من التقاليد وحتى أقدم من الأساطير. مدينة تعيش بمعزل عن التطور المرتبط بأي مدينة في القرن 21. العاصمة الروحية للديانة الهندوسية منذ 1000 عام، لا تعطي المستقبل كثيرا من اهتمامها. كرست فاراناسي نفسها لأن تكون مدينة الموت، فالموت فيها يعتبر فنا يدعو للاحتفال وتقليدا للعبور من جانب لآخر، لدرجة جعلت شوارعها تمتلئ بالأشخاص الذين يمارسون تقاليد متعلقة بالموت. سبب شهرة هذه المدينة بين أتباع الديانة الهندوسية كوجهة للموت هو إيمانهم بأن إحراق جثثهم فيها سيحرر أرواحهم وسيجعلها جزءا من الروح الإلهية الخالدة في النعيم. تبدأ رحلة تحرر الروح تلك على عتبات الدرج الذي يقود إلى نهر الجانج، حيث توجد المحارق التي تستعمل في الجنازات. بالنسبة للمتدينين من أتباع الديانة الهندوسية، فمدينة فاراناسي هي المكان الأمثل لمفارقة الحياة. هذا الاعتقاد نابع من إيمانهم بأن إحراق الجثة في تلك المدينة سيجعل الروح تتحرر. هناك أيضا دورة التقمص من حياة لأخرى يجعلها ذلك تنضم إلى نعيم الخلود. والموت في فاراناسي ليس مجرد عبور هادئ للروح من عالم لآخر، لأن الموت في تلك المدينة مرتبط بتقاليد اجتماعية صاخبة، إذ تجمع أجساد الموتى على أعتاب الدرج الذي يقود إلى نهر الجانج في طقس غنائي يتم حرقها هناك أمام جموع من المشاهدين. تعتبر أيضا تجارة الموت في هذه المدينة أمرا رائجا، فعلى سبيل المثال توجد في فاراناسي فنادق مخصصة للأشخاص الذين على فراش الموت والذين لا يقبل فيهم إلا النزلاء الذين من المتوقع أن يوافوا منيتهم في فترة لا تتجاوز 2 أسبوع، ما يعني أن هذه الفنادق توفر حرفيا أسرة للموت. والموت في فاراناسي ليس الاحتفال الوحيد، فمساء كل يوم تقام مراسم دينية هي عبارة عن احتفال راقص يقام في الهواء الطلق لتقديس الآلهة شيفا ونهر الجانج، حيث يقوم القساوسة بالغناء والرقص بين الدخان تحت الأضواء بانتظار يوم جديد في هذه المدينة، يوم للموت.